بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم وعلينا بالخير واليمن والبركات. طبعا زي ما حضراتكم شفتوا في عنوان الفيديو، محظورات أو أشياء ممنوعة خلال عيد الفطر المبارك بالنسبة للأطفال. ليه الأشياء دي اللي احنا هنتكلم عليها دي ممنوعة ومحظورة؟ لأنها ممكن تأثر تأثير سلبي وضار، ممكن حاجات منهم تؤدي بحياة الطفل إلى الهلاك. يا ريت تاخدوا بالكم من كل الحاجات المحظورة ديت عشان حضراتكم تاخدوا بالكم منها وتحافظوا على عيالكم ونعدي العيد على خير إن شاء الله. أول حاجة في الحاجات الممنوعة ديت، رقم واحد، الأطفال اللي هم عندهم مرض أنيميا الفول. خدوا بالكم إن معظم الأكل ومعظم الحاجات اللي إحنا هنقدمها في عيد الفطر المبارك، معظمها الحاجات التسالي دي كلها من الحاجات ذوات الفلقتين. ذوات الفلقتين دي ممنوعة على الطفل اللي هو عنده أنيميا الفول. الطفل لو أخد أي حاجة من الحاجات دي، مكسرات، سوداني، ترمس، لب، خدوا بالكم في بعض أنواع الشوكولاتة فيها المكسرات، ممكن الطفل يجيله النوبة بتاعة أنيميا الفول، دمه يتكسر. والناس اللي عندها طفل عنده أنيميا فول عارفين الكلام ده، يلاقي نفسه الطفل عينيه اصفرت، بقى وشه باهت، ميته احمرت، ده لازم جري على المستشفى لأنه هيحتاج نقل دم، ملوش علاج غير نقل الدم. بقى ده أول حاجة، الطفل اللي هو بتاع أنيميا الفول، أي حد عنده طفل عنده أنيميا فول ياخد باله من النقطة دي. النقطة التانية، مرضى السكر. عندنا في أطفال عندهم مرضى السكر، حتى الكبار برضو اللي عندهم سكر ياخدوا بالهم من الكلام ده. كمية الحلويات أو كمية الأغذية، إحنا بنروح بقى خدنا حاجة من عند دوت وخدنا حلويات من هنا ورحنا زورنا مين وإدانا إيه وحلف لا تاخد دي، والأكل والنشويات، السكر، الرز والمكرونة والحاجات المسكرة، وشربنا حاجة ساقعة هنا وشربنا عصير هنا. ناخد بالنا من ضبط السكر. السكر ظبطه مهم جدا في فترة العيد، الناس كلها طالعة من رمضان، البنكرياس كان مستريح على النظام التغذية اللي بتتاخد، هنيجي نفاجئه مرة واحدة بكمية مهولة من النشويات والسكريات، فدي هتعمل اضطراب للسكر وفي ناس كتير هتدخل في غيبوبة سكر. ناخد بالنا من النقطة دي، أطفال اللي عندهم سكر أو الكبار حتى اللي عندهم سكر. الحاجة التالتة، طبعا عيد الكورونا، كل سنة وانتم طيبين، ده تاني سنة للعام التاني على التوالي الكورونا معانا. هناخد بالنا طبعا العيد، الزحمة، الخروج، المبادلات، الزيارات، ان قاعدين في مكان ضيق. يا جماعة لو سمحتم، المرض الكورونا النوبة التالتة او الموجة التالتة صعبة جدا 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 في العلاج وصعبة جدا في الانتشار. هناخد بالنا، اضطرينا ان احنا نزور بعض او بنقابل بعض، مهتمين ولابسين موضوع الكمامة، في تباعد بينا، مش لازم نبقى 20 واحد قاعدين في أوضة أو 20 واحد قاعدين في صالة، نقعد كل مجموعة كده مع بعضها 3 4 مع بعض كده بحيث نقدر نعمل تباعد اجتماعي. وفي نفس الوقت لو احنا هناكل حاجة هنشرب حاجة، غسيل الإيد، مش هنخسر حاجة. يا ريت يبقى على كل مائدة من المواد بتاعتنا، بدل زي ما بنحط إزازة حاجة ساقعة ونحط كذا ونحط كذا، يبقى فيها إزازة سبيرتو بتاعت إزازة كحول أو مطهر ومناديل، مفيش عيب، مش عيب كل واحد يحس ان هو مسك حاجة، لمس حاجة بتاع كلام من ده، منديل ونقطة مطهر وبتاع ويعمل ايديه، مش احراج ولا حاجة. يا جماعة ناخد بالنا من موضوع الازدحام والكلام ده عشان موضوع الكورونا. النقطة اللي بعد كده، طبعا الاطفال الصغيرين أحباب الله المفترض إن هم يفرحوا في العيد ويلعبوا ويخشوا مراجيح ويروحوا نوادي ويروحوا الملاهي والكلام ده، طبعا دول اتمنعوا لتاني عيد أو تالت عيد أو رابع عيد على التوالي، اتمنعوا من هذه النزه والفسح. فأنا ما أسيبش الطفل ده قاعد في البيت يجيله اكتئاب، وفي نفس الوقت أنا مانع من الخروج، مش عارف يخرج. فبرضه ناخد بالنا من العامل النفسي بتاع الأطفال في النقطة دي، ونحاول إحنا بقى نحاول إن إحنا نلعب معاهم، نحاول نوفر لهم جو كويس في البيت، اذا كان بيتفرجوا على تلفزيونات، اتفرجوا على برامج اطفال، اتفرجوا على موبايل، هنسمح لهم بقى بحاجات دي، مش هيتمنعوا من كل حاجه خروج، ونمنع كمان الـ الزيارات والكلام من ده، ونمنع الحاجات كمان اللي في البيت، لا بلاش كمبيوتر، بلاش موبايل، بلاش لا هنسمح بشويه حاجات نفكها شويه في العيد على الاطفال ونلعب معاهم، نحاول نوفر لهم جو كويس. مفيش بقى طبعا الاطفال قاعده وزحمه وهيصه وصوت عالي، اسمحوا لهم بالكلام ده،
مش بطل يا صوت عالي، اعمل مش عارف ايه كلام، لا ممنوع. سيبوا الاطفال شويه على راحتهم في موضوع العيد. دي الحاجات اللي انا كنت عايز اكلمكم عليها بسرعه في الموضوع ده. يبقى الطفل اللي هو عنده انيميا الفول، الطفل اللي عنده سكر، او الكبار اللي عندهم سكر، موضوع الكورونا، وناخد بالنا موضوع الاطفال اللي هم لازم يلعبوا ويمرحوا، وكمان ناخد بالنا من لبس العيد. جو حر نخفف بقى، الاطفال تستحمى كلها وتغسل كويس، ونلبس لبس خفيف، لبس الوان فاتحه بحيث ما نعرضش الاطفال للحراره العاليه، وما ننساش كميه السوائل الكتيره. وطبعا كلنا طالعين من رمضان، مش عايزين ندوس قوي في الاكل بحيث ما يحصلناش لعبكه معويه، نزلات معويه. ناخد بالنا من الفواكه اللي هي ممكن تعمل النزلات المعويه ديت، ما نكترش فيها في اجازه العيد دي. البطيخ، الاناناس، الخوخ، بطيخ، اناناس، خوخ، الحاجات المرتبطه بالنزلات المعويه. ارجو تقضوا اجازه عيد كويسه، وكل عام وحضراتكم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.